بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي بناتي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أهنئكن جميعا بشهر رمضان المعظم، فشهر رمضان فرصة إضافية لنا جميعا، من قدر الله له أن يشهد رمضان. استمعنا إلى الآيات من السيدة الفاضلة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كتب الله له طول العمر وكان شاهدا حاضرا في هذا الشهر الكريم يصوم هذا الشهر، وهذه نعمة كبرى. تهنئة ثانية: أهنئكن على حرصكن على تعلم القرآن وحفظه، فالعديد منكن وفقن إلى إتمام حفظ القرآن كاملا، ولا يتسنى ذلك إلا لمن كانت له لها همة عالية. فأصحاب الهمم العالية دائما يتوج جهدهن بالتوفيق والنجاح. فجزاكم الله خيرا على هذا الحضور المكثف في شهر رمضان. فالعادة أن النشاطات في شهر رمضان في الفترة الصباحية ضعيفة للأسف، ولكن أنتن أثبتن العكس. ورحم الله المتنبي الذي قال: وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هو قال: ولو كان النساء كمن فقدنا، وأنا أقول: ولو كان النساء كمن حضرنا لفضلت النساء على الرجال. والتكامل بين النساء والرجال منهج قرآني، فالجميع مطالب بالتعاون على البر والتقوى، كما قال ربنا في أي القرآن في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى. عنوان المحاضرة: القرآن وبناء الإنسان. هذا العنوان يحمل ثلاث ألفاظ أساسية: اللفظة الأولى القرآن، اللفظة الثانية البناء، اللفظة الثالثة الإنسان. ثلاث ألفاظ. اللفظة الأولى القرآن: لا يمكن بناء الإنسان بناء متوازنا إلا بالقرآن على وجه الإطلاق. مهما ارتقى الناس في علومهم، مهما تطوروا في معارفهم، فيظل العقل الإنساني قاصرا، لا يمكن أن يحقق الكمال البشري إلا بالوحي الطاهر الذي أنزله الله عز وجل هداية للإنسان، كما في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سورة الإسراء الآية 9، سورة الإسراء الآية 9. إذن هذه اللفظة الأولى. اللفظة الثانية البناء، أصعب شيء هو البناء. هذا المدرج، هذه القاعة لم تأتي هكذا إلى الحياة، هناك بناؤون أشرفوا على بنائها، هناك مواد استعملت في البناء، هناك تصميم مسبق للبناء، هناك هندسة مدنية اجتمعت الكثير من العلوم من أجل البناء. فيأتي البناء فيستعمل المواد
من الحديد والرمل والإسمنت إلى غير ذلك، ثم أنشأ هذا البنيان. والبناء عادة صعب، يحتاج إلى جهد عقلي ويحتاج إلى جهد بدني ويحتاج إلى معرفة فنية. يعني باش نبنيو الحيوط، باش نبنيو العمارات، نبنيو المصانع، نبنيو المساجد، نحتاج إلى التصميم، نحتاج إلى مهندسين، نحتاج إلى تخطيطات، نحتاج إلى دراسة للتربة من خلال الهندسة المدنية، نحتاج إلى كل شيء، ونحتاج إلى مواد للبناء، ونحتاج إلى بنائين وإلى مساعدين. إذن والبناء عملية صعبة تحتاج إلى جهد واجتهاد. واللفظة الثالثة الإنسان. الإنسان هو أكرم الموجودات. باش نبسط المسألة، هناك أربع أصناف من الموجودات. هناك الجمادات، كي نقولوا الجماد، الحجر، تراب، هذا جماد، والجماد لا رأي له، الجماد ينفذ، الجماد مطيع. واحد يرفض حجرة من مكان إلى مكان والحجرة لا ترفض. زيد بعد الجماد يأتي أمر آخر، إيه هو؟ النباتات، الأشجار. هذه تملك خصائص لا يملكها الحجر، تملك خصائص لا يملكها الحجر، منها النمو، الشجرة تنمو تكبر إلى آخره، وعندها ألوان، وعندها، ونشوف الوردة كيف تتفتح إلى آخر هذا الكلام. ثم بعد النباتات أو الأشجار تأتي الحيوانات والطيور، هذه أيضا تملك خصائص لا يملكها الحجر ولا يملكها الشجر. الحيوانات تمشي عندها أصوات، الطيور عندها أصوات تطير، وهكذا. ثم نرتقي إلى أرقى درجة، نجد الإنسان. الإنسان إذن أكرم الموجودات. إذن قلت ربنا عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، وكرامة الإنسان في آدميته. فهمنا ثلاث ألفاظ، فهمناها: القرآن، البناء، الإنسان. الآن كيف يبني القرآن الإنسان؟ هذا هو السؤال، كيفاش القرآن يبني الإنسان؟ يبنيه من خلال أربع جوانب أساسية، أربع جوانب أساسية. الجانب الأول هو الجانب الإيماني، بمعنى هل نتصور إنسانا متوازنا بلا إيمان؟ الجواب لا، لا يمكن. هناك عباقرة، هناك فلاسفة كبار عندهم عقول موسوعية كبيرة جدا، ولكن الفيلسوف الكبير في مجال الإيمان ضعيف جدا. نستحضر مثلا سقراط، أفلاطون، أرسطو، يعني كبار العلماء، كبار الفلاسفة، فلاسفة الإغريق وغيرهم، هم كبار جبال، ولكن في مسألة الإيمان ما يعرفوش ربي. أقصى حد يفهموه بالفلسفة نتاعهم يقول لك كاين قوة فوق الطبيعة، قوة كبيرة فوق الطبيعة، هذا أحسنهم، وهذه القوة الكبيرة تسير هذا الكون، المجرات والنجوم والقمر والشمس والأرض، وهذه الحركة الحاصلة في هذا الكون الكبير، هذا أقصى ما يمكن أن يحققوه. ولكن القرآن يعلم الإنسان رب الناس، يرشد الإنسان إلى الخالق جل جلاله. لو كان نعطي لكم واحد الفكرة مهمة، إيه هي؟ هناك منطقتان
المنطقة الأولى تسمى منطقة التصور، وكاين منطقة أخرى اسمها منطقة التعقل. منطقة التعقل ما هي؟ الآن أعطيكم نموذج. لو كان تسمعوا هذا الصوت، سمعتوا صوت؟ عقولنا أعطتنا فكرة أن هناك طارق، كان ليطرق. مثلا احنا جالسين في هذه القاعة وسمعنا واحد في الباب، واش نقولوا؟ نقول هناك طارق وراء الباب فقط. شكون أعطى لنا هذه المعلومة؟ كلنا ندركها، العقل. العقل هو اللي قال لنا هناك إنسان ولا شيء يطرق الباب. هذه منطقة التعقل، اتفقنا؟ ما كاينش خلاف بيناتنا. لو انتقلنا إلى منطقة أخرى تسمى منطقة التصور، كل واحد منا يتصور ما يشاء. كاين اللي يقول لك الطارق رجل، كاين يقول لك الطارق مرأة، كاين يقول لك الطارق طفل صغير، كل واحد يتصور واش يحب. المنطقة الأولى اتفقنا، منطقة التعقل. المنطقة الثانية منطقة التصور، اختلفنا. الاتفاق في المنطقة الأولى معقول، والاختلاف في المنطقة الثانية معقول. الآن إذا أردنا أن نتفق في المنطقة الثانية، واش نديرو؟ نسأل، نقول من الطارق؟ كما نقول الآن واحد يتصل بك بالتليفون، تقول نعم نعم السلام عليكم صباح الخير كذا، تقول شكون؟ يخي نقول شكون؟ طيب إذا كان عندك الاسم ولا هذه حاجة أخرى، ولكن أعطيتكم مثال ملموس واضح. إذا كان واحد يطرق الباب، هذه لا يمكن أن نتفق في الدائرة الثانية إلا إذا سألنا. نحن نسقسيو نقول شكون أنت؟ شكون طارق؟ أو سمحوا لي، هو الذي يجيب مباشرة، هو الذي يقول أنا فلان من البداية. الآن ندير هذه المسألة على الأمور تاع الإيمان، على أمر الإيمان. ربنا جل جلاله هو الذي خلق، ولكن البشرية لا تعرف. يعني كل إنسان في الوجود ماذا يقول؟ أنا مخلوق، إذن هناك خالق، لو كرياتور. ولكن السؤال هنا، كل الناس كيف يقول لك أنا مخلوق، إذن هناك خالق. العقل أعطانا هذا الجواب واتفق الجميع، ولكن متى اختلف الناس؟ وقتاش اختلفوا؟ كي قالوا من الطارق، كي قالوا من الخالق، سهلة. ولكن كي قالوا من الطارق اختلف الجميع. لذلك نقرأوا في التاريخ الإنساني عباد الأصنام، اخي تسمعوا، هذا يعبد القمر، هذا يعبد الشمس، هذا يعبد الحجر، وفي الجاهلية هذا يعبد هوبل قوبل اللات والعزة. اختلف الجميع، اختلافهم مشروع، ليجيتيم، ليغال. علاه؟ لأنه يقول لك أنا وين على بالي؟ أنا على بالي مخلوق، كاين خالق، ولكن شكون الخالق؟ من الخالق؟ كما قلنا هنا من الطارق؟ هنا شكون اللي جاوب؟ الخالق جل جلاله هو اللي غرس البذر الأولى، وهو اللي زرع الإيمان في قلوب البشر، ولكن من خلال الأنبياء والمرسلين. هنا نشوفوا دور الأنبياء. كي الأنبياء واش كانوا ديروا؟ بلغوا الرسالة، أليس كذلك؟ كما قال ربي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الآية الجامعة لجميع النبيين هي الآية التي وردت في سورة الأنبياء، وانتظروا منكن الجواب.
بلا ما نقولها. معنى سيدنا نوح واش قال القوم نتاعو؟ ربي واحد. سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا يونس، كل شعيب، لوط، هود، صالح، جميع الأنبياء قالوا باللي هما رسل من الله، وفي نفس الوقت قالوا باللي ربي واحد. معنى هذاك السؤال المحير الذي حيركم، إليكم الجواب من الله جل جلاله. الآن شكون يجاوبني؟ أعطيت سؤال، الجواب راه موجود في سورة الأنبياء. شكون يجيب لي الآية؟ انتم شاطرات، يلا عندكم يعني 20 ثانية للتفكير والتشاور. أيوه، إلهكم إله واحد. زيدوا، كاين آية جامعة، سورة الأنبياء الآية 25، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، قرأوا وكملوا، كان قراءتان، إلا يوحى نوحي. هذه قراءة ورش وحفص نوحي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي ويوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآية واضحة، معنى جميع الأنبياء جابوا إيمان واحد، ركيزة أساسية واحدة اللي هي التوحيد. اتفقنا؟ إذن هذا هو الأصل الأصيل الجامع بين جميع النبوات والرسالات، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اتفقنا. الآن هناك آيات أخرى نصت على الإيمان. نبدأ مثلا سورة الفاتحة، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. نروح إلى آية الكرسي، كيفاش تبدأ؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كملوا، ممتاز. هذه آية الكرسي، وهي الآية 255 من سورة البقرة، واللي جاية بعدها لا إكراه في الدين. كملوا، فمن يكفر. بسم الله ما شاء الله، هاو شفتوا الإجابة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبعدين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليكم، الله يبارك. يعني حبينا نقول الأمة تحتاج إلى قدوات، وانتم ربي يحفظكم ويستركم وينصركم، بسم الله ما شاء الله عليكم. إذن هذه الركيزة الأولى في البناء، بناء تاع الإنسان. كما قلنا الحيوط، نحتاج الرمل، نحتاج السيمان، نحتاج الحديد، هكذا احنا ايضا باش نبنيو لا تريما بنا، خاطر ما كاينش اللي بنا روحو، على فكره ما كاينش اللي بنا روحو، ما كاينش اللي خلق روحو، ربي سبحانه هو الخالق.
ولكن البناء المقصود هو البناء المعنوي، باش هذا الإنسان يولي ينفع، باش ما يضرش، باش ما يديرش الحروب. لازم يصنع السلام لهنا، لابي ثلويث، هذا هو الإنسان. أما إذا كان ماشي مبني يولي مدمر، يولي فتان الحروب والفتن والمشكلات والهموم. إذا نتوقفوا هنا، هذه الركيزة الأولى، هذا البناء الإيماني. الركيزة الثانية البناء في مجال العبادات. هل نتصور إيمانا بلا عبادات؟ لا يمكن. يقول أنا مؤمن لكن فقط ما نصلي ما نصوم ما نزكي، لا، لازم العبادات. سمعنا الآية 25 من سورة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك معناه تخصيص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وسمعنا الآية 256 من سورة البقرة، ومن سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه سورة الذاريات رقم الآية 55، شفوا عليها رقم الآية 55، وما سمعت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى الجن، أشكون يجيب لي الدليل بلي الجن كاين منهم المؤمنين؟ أيوا، قولوا حي إلي أنه استمعنا فرميل الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ممتاز، العلامة 10/10. يا أخي الصغار يحبوا العلامة 10/10. العلامة كاملة. إذن البناء التعبدي جانب العبادات، هذه مسألة مهمة. وكان تفاصيل في العبادات، الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الصيام. أشكون يقول لي الآيات اللي سمعناها من الشيخة اسمها شهرة حليمة، من الشيخة حليمة، أشكون يقول لي الآيات منين قرأتها؟ بسورة واش رقم الآية؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إيه، واش رقم الآية؟ عرفنا الصورة، هي صورة البقرة. رقم الآية عندكم 20 ثانية للتفكير. 62، لا، الآية 185. هكذا يريد الله، بعد حتى قالت يريد الله بكم ولا يريد بكم، وبعدين ولتكملوا العدة، صح. والآية اللي بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي. ما شاء الله، هذه الآية 186 من سورة البقرة، تفهمين؟ لا، في الترتيب 186، أو تبدأ من فوق، كتب عليكم الصيام 183. وطبعا ممكن تلقوا الفارق نتاع الترقيم، ولكن هذه الأرقام صحيحة 100%. وطبعا في بعض المصاحف نجد بعض الاختلافات، وهذا لها أسرارها، أيضا لها سرها. دونك مثلا نقول لك الآية 256 سورة البقرة ممكن تلقاها في مصحف آخر 255، ولكن اللي سمعتوا ليه صحيح 100%. إذن الآية 183 من ثم تبدأ، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روح كمل حتى توصل الآية 185، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، إلى آخره، مع التيسير الوارد مع بالنسبة لأصحاب الأعذار، المريض والمسافر وإلى آخره. وبعدين تأتي آية الدعاء، الآية 186 من سورة البقرة، وإذا بالواو، وإذا سألك عبادي عني فالفاء تفيد الفورية، تفيد الفورية مع الترتيب،
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. البناء تعبدي، وطبعا كي نتكلم على العبادات كاين الصلاة وتعرفوها كامل. في حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، الأولى التوحيد لا إله إلا محمد رسول الله، الثانية صلاة إقام الصلاة، وبعدين الزكاة، الثالث الرابعة صوم رمضان، وبعدين الحج. بالنسبة للزكاة: والذين في أموالهم حق، ما شاء الله من المتشابهات. واحد الآية: والذين في أموالهم حق، ما واحدة مباشرة حق للسائل والمحروم، والثانية اللي جاية في سورة المعارج، المعارج الآية 24-25: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بعد جمع الزكوات توزع على الأصناف المستحقة للزكاة. شكون هما؟ وين جايين؟ كي تخرج الزكاة؟ لمن تعطيها؟ فقراء، مساكين، ما شاء الله، الغارمين، هذو كامل. وين جاية هذه الآية؟ يلا الشطرات باش تجيبوها. 10 على 10، لا لا، هاشي سورة البقرة. سورة التوبة، الصفحة اليمنى، رقم الآية 60: إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. حتى نكملوا، شحال أصناف؟ 8 أصناف. وبعدين يجي الحج، إن شاء الله ربي ما يحرم حتى واحد من حج بيت الله الحرام. هذا البناء التعبدي كملناه. نروح البناء الثالث، البناء من ناحية التربوية. أنا أدخل في النفس مباشرة. البناء النفسي، والبناء النفسي يكون بالإيمان والعبادات وبالتزكية. ونفس وما سواها، ما شاء الله، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله يبارك، سبحان الله. هذا ربي اللي خلقنا هو اللي قال: ونفس وما سواها. شكون اللي سواها؟ هو ربي، ولكن قال: فألهمها فجورها وتقواها. وبعدين تأتي جهود الناس، جهود الوالدين، جهود المعلمين والمعلمات، جهود المربين والمربيات، الخدمة، جهود المجتمع. هذه الخدمة راهي داخلة في هذا الإطار، هذا اللقاء داخل في هذا الإطار. ربي سبحانه هو أعرف بنا، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن كيفاش يكون البناء السيكولوجي النفسي؟ يكون عن طريق القيم، لفالور، القدر، الاحترام، الوفاء، الحياة، الكرم، وكمل عليها. وهذه قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان رواية أخرى الحديث باش تتعلموها: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صافي، انتم عرفتوا المكارم، زيد لها واحدة صالح الأخلاق، باش اللي يقرأ الحديث قدامك، هذا الحديث المشهور هو مكارم الأخلاق. كاع وين رحت في الأمة الإسلامية كي تقول إنما بعثت لأتمم، يقول لك مكارم الأخلاق، ولكن صالح الأخلاق قليل اللي يعرفه. وهو حديث مروي، خرجه الإمام البخاري في كتابه الثاني، ماشي في الصحيح،
كتاب اسمه الأدب المفرد، سمعتوا به؟ رقم الحديث 273. شفوا عليه باش كاين ولي خطره اخرى للعلماء نسقسيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذا معروف مشهور، وفي روايه صالح الاخلاق، وهذا الحديث مروي في الادب المفرد عن الامام البخاري. رقم الحديث 273. والنبي عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه كرمه وفضله وشكره ومدحه بالأخلاق، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ما شاء الله، إذن ربي سبحانه مدحه بالأخلاق العظيمة. هذا البناء التربوي. وكان البناء الأخير الرابع وهو البناء التشريعي في مجال ضبط المعاملات، ضبط حركة الإنسان في الحياة. معناه ربي سبحانه بالشريعة نتاعو ضبط لنا كل شيء. ربي قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سورة الجاثية الآية 18، شفتوا عليها؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهنا الباب مفتوح للتشريعات المختلفة، كل شيء. هذاك الإنسان كي يروح يدير تجارة الشريعة تضبط حركته. تجارة كاين عقود، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن البيع التجارات المختلفة حلال، ولكن الربا الدليل سمعتوه. وين جت هذه الآية؟ سورة البقرة، رقم الآية تقريبا 275. واضح؟ 275 الصفحة اليمنى. وأحل الله البيع وحرم الربا. زيد، أطول آية في القرآن وين جات؟ سورة البقرة، آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. رقم الآية 282، جاي على اليمنى ولا على اليسرى؟ اليسرى، وتحتل صفحة كاملة. الآية 282 من سورة البقرة. إذن عندنا تشريعات موجودة في القرآن. واحد كيموت الميراث نتاعو وين يروح؟ الورثة. أشكون يجيب الآيات نتاع التركة توزيع التركات؟ سورة النساء، ممتاز. أشكون يقرأ بعض الآيات نتاع المواريث؟ شكون اللي حافظ سورة النساء؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ولي شوية اللور بالصوت باش نفهم الصوت. يوصيكم الله في أولادكم. زيدوا لي شوية اللور. كاين الآية السابعة، الآية السابعة: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ما شاء الله. إذن كل هذه وين جاية؟ في القرآن. القرآن هو اللي يقسم ويوزع المواريث على الورثة بطريقة عادلة بإشراف رب العزة جل جلاله. إذا كان الإنسان بني بهذه الجوانب، الجانب الإيماني
الجانب الثاني التعبدي، الجانب الثالث الجانب التربوي، الجانب الرابع الجانب التشريعي. نأتي إلى الخاتمة، كل ذلك يحتاج إلى علم. هنا يجي اقرأ اقرأ، لازم نقرأو، والقراية ما عندهاش حدود وما عندهاش سن. وعلى بالكم كاين النساء، وطبعا في هذه أكثر من الرجال، تلقاها عندها 60 70 سنة وأكثر وتقرأ، وتولي تقرأ باجتهاد كما سمعنا الحاجة حليمة وهي تقرأ من آيات الله البينات. البناء العلمي هذا نختم به خامسا في الخاتمة، البناء العلمي لازم القراية. ربي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان، اقرأ الذي علم. والسلام عليكم.